يسر إدارة الاتصالات السعودية أن تلفت انتباه حضرات مشتركيها الكرام في المناطق الموضحة أدناه والمبينة أرقام هواتفهم على النحو التالي، إلى أنه سيتم فصل الحرارة عن هواتفهم إذا لم يبادروا بتسديد فواتيرهم في موعد أقصاه السابع من ذي القعدة عام 1404 للهجرة. والمناطق هي مدينة الرياض 404 454 463 478، الدمام 373، النعيرية، القطيف 855 ثم 857، الأحساء 587، الهفوف، حائل.